ألقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف باللوم على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تعثر تصدير الحبوب من البلاد، متهما إياه برفض فك الألغام من الموانئ الأوكرانية، بينما تؤكد موسكو تعاونها لأجل تخفيف أزمة الغذاء في العالم. وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي كارلوس فاريا أن هناك محاولات من أجل استحداث آلية جديدة لنقل الحبوب، لكن يجب ألا يسيطر عليها حلف الناتو.